اول لما البوليس دخل حسيت اني اتحدفت من الدور العاشر. يا نهار اسود، هي وصلت انهم راحوا خدوه من البيت؟ طبعا يا بنتي، دي جريمه قتل مش طبيعيه. هو في قتل طبيعي وقتل مش طبيعي؟ مش قصدي يعني، بس الموضوع فظيع، ذبح، والقتيل بيقولوا كمان انه قواد. ايه ده؟ ومال عمر؟ ومال واحد زي ده؟ عمر كان بيتخانق معاه قبل كده فافتكر ان هو اللي قتله. هو عمر مجنون يتخانق مع اشكال زي دي؟ ما هو القتيل هو الراجل اللي عمر اتخانق معاه في الكباريه لما كنا بندور على اخت كاش، اسمه هيثم اللبان. وهيثم اتقتل؟ هو انت تعرفيه؟ جلبت من يومين مالك يا مالك يا حبيبتي، بتترعشي كده ليه؟ كملي كملي يا صافي عشان خاطري. مفيش حاجه اكتر من كده، حققوا مع عمر وخرجوه ولسه بقى بيدوروا على اللي قتل. بس انا سمعت حاجه ان اللي قتله واحده من اللي شغالين معانا. مالك يا مالك؟ صافي انا لازم اخرج دلوقتي. اخرجي؟ يا بنتي ما تفهميني الحكايه. معلش مش هينفع دلوقتي، انا لازم البس. اخرجي عشان تسيبيني لو سمحتي. طب خلاص استناكي واوصلك. هتسوقي بالطريقه دي؟ يا ستي انا كويسه مش عايزه حاجه. اخرجي لو سمحتي. خلاص 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 يا ستي ما تزقيش. ماشي سلام. ليه بتقولي كده؟ انت شفتي حاجه؟ هيثم كان خطر على عش، حاول يقرب الدنيا تن من بعض فقتلته، ومن ساعتها اختفت وسابتني. سابتك؟ ايوه سابتني، عشان لو جريمتها كشفت انا اللي هتعدم. طب اهدي بس وخلينا نفكر بالعقل. مش قادره افكر، الخوف شللني، انا ما عنديش حد غيرك يقدر يساعدني. طيب اهدي، تعالي نفكر بصوت عالي. انت ليه حاسه ان هي اللي قتلتك؟ مش انا قلت لك ان انا شفتها وهي بتقتل حد في الحلم؟ عشق مش ممكن تاذيكي، لان معنى كده انها بتاذي نفسها. فاهمة كده ولا لا؟ فاهمة، بس عشق بتكره كل الرجال. أنا عارف. ما هو عشان كده قتلت هيثم. أنت عارف هيثم ده بيشتغل إيه؟ قوات. يعني في كل الحاجات اللي عشق بتكرهها. الناس كلها بتكره المهنة دي. أنت بتدافع عن عشق كده ليه؟ أنت خايف منها ولا إيه؟ هخاف منها ليه؟ أنت اللي خايفة. أنت معايا ولا معاها؟ أنا ما بقتش فاهمة حاجة. أنا دكتور مش حكم. أنا مش قادرة أصدق اللي هي بتعمله. ده ناقص تبلغ عني البوليس، البت دي هبلة. مالك بقت بتكرهني قوي؟ هو في حد بيكره نفسه كده؟ انت لازم تعذريها. مالك خايفه؟ خايفه من ايه؟ انا ما قتلتش حد، انت لازم تصدقني يا شام. ليه لازم؟ عشان انت بقيت صاحبي الوحيد. ولا انت مصدق ان انا اقتل؟ انت اللي ذبحتيه انت وعزه. ما حصلش يا بيه، وسيدي الورواري ما حصل. عزه اعترفت عليكي، قالت انها خدرته وانت ذبحتيه. كدابة، لا انا ولا هي هوبنا يا عمته. مش هيثم ده اللي مسرحك انت وعزه يا بنت انت؟ ايوه يا بيه، هو اللي مشغلنا في الشمال، الله يرحمه بقى ما يجص عليه الا الرحمه. بص يا ابو البوله، ده تقرير البصمات بيقول ان انت وعزه اخر اتنين شفتوه صاحي. يا بيه يا بيه، انا هفع ازعع اصرخ، انما ذبح ما تلاقيش. الحكايه لابساكي كده كده يا نبيله، انت اللي رسمه الرسمه دي كلها. يا بيه رسمه ايه بس؟ انا لا اعرف ارسم ولا هبب. بلبله، ما لو ما قلتيش مين اللي عملها هتروحي الحبل المشنقه. اسمعي مني، انا عايز اساعدك.
عيش ايه يا بيه؟ عيش هي اللي خططت ودبرت وهي اللي ذبحت عيسى. عيش خواف طول عمرها بتستخبى ورايا وبابا بيزعق. انت سمعت كلام اللي قالته ملك مش كده؟ سمعت وضحكت. واضح ان ملك فعلا مجنون. يعني انت ممكن تقتلي؟ طب ممكن اسالك انا نفس السؤال؟ انت ممكن تقتل؟ طبعا لا مش ممكن. حتى لو اتحطيت في موقف تقتل او تتقتل؟ يعني انت ممكن تقتلي؟ زي بالظبط. بس مش سفاحة ماشية دبح في الناس. حاسة اني شايلها على ظهري طول الوقت وتعبت. تعبت من اني نص بني ادم عايش نص حياة. انا زهقت من ملك قوي يا هشام. على فكرة تاني مرة تنادي باسمي من غير دكتور. دي حاجة مضايقاك؟ مش مضايقاني بس لافتة نظري. عشان مرتاح معاك في الكلام. انت الانسان الوحيد اللي بقيت احس اني بتكلم معاه براحتي. متشكر. انا حاسه ان احنا شبه بعض في حاجات كتير قوي. ولا انا متهيألي؟ ايوه بس انت ما تعرفينيش كويس. طول الوقت انت اللي بتتكلمي. ايوه بس انت فاهمني. سكوتك بيقول انك فاهمني وحاسس بيا. ولا انا غلطانه؟ ساعدي ملك عشان تهدى يا شيخ. هي مش عايزه تساعد نفسها. وانا خلاص زهقت. ما بقاش يفرق معايا. تفتكر في يوم من الايام ممكن ابقى واحد؟ ملك؟ او عيش؟ مساء الخير يا حاج. لا مساء النور يا ابني، اتفضل. انا كنت عايز الاستاذ هيثم. شوف طلباتك ايه يا ابني. وانا تحت امرك. ياد يا كاوتشا. طول عمر حق. لف مع الأستاذ لحد ما يلاقي طلبه يا ابني. لما يرسى على حاجة بهتولي إنه يشرب القهوة معايا. معلش يا أستاذ. مش حاضر، لف معاك. رضاني اتكسر. ألف سلام عليك يا حاج، بس أنا كنت عايز الأستاذ هيثم في موضوع شخصي. هيثم تعيش أنت يا أستاذ. ازاي؟ لسه عندي. امر الله امر الله. روحت البيت لقيتهم دابحين وفي سريره. حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني. وانت مصدق مين فيهم؟ ملك ولا عشق؟ انا شايف ان كلام عشق منطقي. اما ملك بقى تحسي ان كلامها مبالغ فيه. أنا بقى بختلف معاك. شايفة إن عشق بقت خطر على كل اللي حواليها، وممكن تعمل أي حاجة علشان تحافظ على وجودها حتى لو قتلت. أصل أنتِ ما تعاملتيش معاها. اتنين مخلوقات رقيقة. عارفة يا دكتورة؟ أنا كتير بحس إن عشق هي اللي المفروض تبقى موجودة، وملك هي اللي تختفي. واضح إن عشق أثرت عليك يا دكتور. عموماً عشق وملك وصلوا لمرحلة من الصراع لازم تتحسم بمراقبتهم الدقيقة في المستشفى. أيوة دكتورة بس ده قرار صعب جداً. ملك شخصية عامة وقرار دخولها المستشفى لو تعرف للجرايد هيقضي على مستقبلها. خوف ملك ولجؤها ليك جرس انذار لازم ما تعدهوش. دكتورة ما تنسيش ان انا اكتر منك خبرة وفاهم حدود الامور. انا مش قصدي اتدخل في شغلك. هي مريضتك والقرار قرارك. طب انت ملاحظة بقى ان احنا كلنا بنقعد مع بعض مفيش كلام غير عن عشق وملك؟ حالة نادرة وشدت اهتمامي. طب انا بقى عايز استغل اهتمامك واعزمك على العشاء فرصه نتكلم في حاجات بره الشغل. سوري يا دكتور معلش. انا وعدت ابني ان احنا نخرج سوا النهارده. معلش خليها مره تانية. اوكي يا دكتوره براحتك.
ألو، أيوة يا إسا، ممكن أفهم في إيه؟ طيب، أنا جاية لك. ما هو مش هينفع نتكلم في موضوع زي ده في التليفون، ولا هينفع تقولي كده واستنى. نص ساعة هكون عندك. باي.